وبينما يطبخ الرد الإسرائيلي على نار هادئة ويجري نقاش داخلي حول التوقيت والحجم، تعتزم واشنطن بالتوازي فرض عقوبات على إيران رداً على هجومها الصاروخي. معلومات كشف عنها تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي أشار إلى ميل أمريكي لفرض عقوبات ستدفع بها وزيرة الخزانة جانيت يالين عبر الضغط على نظرائها من دول العالم خلال زيارتهم للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. تقرير أكسيوس عد القرار بمنزلة رسالة خفية موجهة لإسرائيل، مفادها أن هناك أكثر من طريقة للإضرار بالنظام الإيراني. الوزيرة جانيت يالين سبق وأن انتقدت أفعال إيران المهددة للشرق الأوسط وحذرت من تداعيات اقتصادية قد تترتب على ذلك. عليه شددت على أن واشنطن ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار. كما أشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلاؤها منذ العام 2021، وفقاً لما جاء في هذا الكلام للوزيرة يالين.